والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم ريهام ودينا، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من شائعات في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة. وأوضح المركز الإعلامي نقلا عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين. ذكر المجلس التصديري للصناعات الطبية أنه يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل 2023 بنسبة 30%. وأشار المجلس إلى أن صادرات القطاع استطاعت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 تحقيق ارتفاع بنحو 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ولفت المجلس إلى أنه في إطار استراتيجية زيادة الصادرات للسوق الأفريقي، فقد تم البدء في إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا من إجمالي 12 مركزاً لوجستياً مستهدفاً. أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي نمو حركة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس لعام 2021 لتبلغ نحو 1146.5 مليارات دولار، وبلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس في عام 2021 ما قيمة 564.4 مليارات دولار بارتفاع يقدر ب 57.2% مقارنة بعام 2020. أكد نائب محافظ البنك المركزي الصيني أن حجم الحوافز النقدية للعام المقبل لن يكون أقل من العام الجاري، وأضاف أن البنك سيوسع الأدوات الهيكلية بما في ذلك إعادة البرامج التي تشجع إقراض البنوك للمشاريع المتعلقة بالابتكار التكنولوجي وخفض انبعاثات الكربون مع الاستخدام النظيف للفحم. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام ودينا. إليكما من جديد. شكرا لك ليلى.